بعد معاناة طويلة ما وشديده ورزقنا ربي مازال كاين طلبات اخرى مازال كاين ضروريات اخرى لهذه القرية الحمد لله درك التريسيتي هو ضروري من ضروريات الحياة هنا في الشاني منطقة من مناطق خنشلة مناطق ظل صح راهي الناس تعاني حتى الماء الشرب راه ما كانش الطريق ما كانش الغاز كيف ما عندناش راهو ساعات يشيو سيتيرنا من هنا توصل حتى ل 200 ألف وما يلقاوهاش بالأخص في الصيف أخص في الصيف على بركة الله إن شاء الله قمنا اليوم بزياره ميدانيه لدائره ولاد الشرق كذلك دائره عين طويلة وقفنا على عده انجازات حيويه تتعلق بالربط بالغاز الطبيعي وكذلك الربط بالكهرباء الريفيه اليوم في يوم واحد استمدت 334 عائله من الغاز الطبيعي والكهرباء الفلاحيه كذلك كان لنا فرصه باش عينا انجاز وتزويد بعض السكنات المعزوله بالطاقه الشمسيه وهذا يدخل في اطار سياسه الدوله اللي تهدف الى التحويل والانتقال الطاقوي نشجعوا مثل هذه الانجازات كذلك كنا اعطينا اشاره انطلاق لتدعيم الطريق الوطني رقم 88 وكذلك هذا يدخل في إطار فك العزلة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بالنسبة لمناطق الظل وهي أولويات الأولويات في سنة 2020 تم إنجاز 83 عملية و 19 عملية في طول الإنجاز كذلك بالنسبة للبرنامج المستمر بالنسبة للتكفل بانشغالات المواطنين على مستوى مناطق الظل كاين تسجيل 157 عملية اللي سوف تنتهي إن شاء الله في السداسي الأول